حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. الصحوانات ميليشيا الحوثي تفرج عن أحد المعتقلين بعد أن فقد القدرة على الحركة. عدن تايم، مصلحة خفر السواحل في عدن تحذر القوارب من الإبحار قرب ميناء الزيت. روبوت يؤلف ويعزف الموسيقى دون مساعدة البشر. زوجان بريطانيان يحتفلان بمرور 80 سنة على زواجهما. أهلا بكم. قالت مصادر حقوقية إن ميليشيا الحوثي وصالح أفرجت عن مختطف بعد أن أصيب بالشلل جراء التعذيب. وأكد المحامي عبد الرحمن برمان أن فارس مذكور المختطف في جهاز الأمن السياسي بصنعاء منذ أكثر من عامين أفرج عنه بعد إصابته بالشلل. وأشار برمان في تصريحات نشرها موقع الصحوانات إلى أن أسرة المختطف المفرج عنه نقلته لإحدى مستشفيات العاصمة لتلقي العلاج وحالته متدهورة. وفي موضوع متصل عنون الموقع ولكن من الحديدة: بمراوح العسف، أمهات المختطفين يطالبن بإنقاذ أولادهن من حر سجون الإنقلاب. وقالت التفاصيل: إن رابطة أمهات المختطفين في محافظة الحديدة ناشدت لإنقاذ أولادهن من حر سجون جماعة الحوثي والمخلوع الإنقلابية. وحملت الأمهات مراوح العسف في أيديهن في إشارة منهن للحر الشديد الذي يتعرض له المختطفون داخل السجون، حيث وصلت درجة الحرارة بالحديدة إلى 43 مئوية ولا يوجد تهوية في أماكن احتجازهم. ضيف ثقيل في محافظة فقيرة وفقا لموقع الموقع بوست، فإن هذا هو حال العيد القادم في محافظة الضالع. وقال الموقع: مع صعوبة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين في المحافظة والتي تضاعفت جراء انقطاع مرتبات الموظفين لأشهر وارتفاع جنوني لأسعار الملابس، فإن شراء ملابس العيد للأطفال يشكل تحديا لدى أرباب الأسر. ويسرد الموقع معاناة أحد النازحين في الضالع، حيث نزح محمد وأسرته إلى قرية القرين بمديرية الحصين بعد اقتحام الميليشيات لقريتهم بموريس وجعلها ساحة حرب. يأتي العيد هذا العام ومحمد وأسرته بعيدون عن الديار في نزوح إجباري في عيد ليس له طعم، فهو يذكرهم بديارهم التي تم إجبارهم على تركها، كما يقول محمد مضيفا: على الرغم من ذلك إلا أن الفرحة بالعيد لابد منها، ولن تستطيع الميليشيات نزعها عنا، وسنفرح يوما بعيد جديد كله أمل. عن طريق العبر الذي لا يمر يوم إلا ويشهد حادثة موت أليمة، يكتب سلطان القدس في موقع الموقع بوست متحسرا على المغتربين الذين يتعرضون للموت. وقال سلطان: كم أنت مسكين يا ابن السعيدة، حرمت من أهلك ووطنك وخيرات بلادك، هربت من فساد وظلم حكم المخلوع، وذهبت باحثا عن العيش الكريم لك ولأسرتك من خلال اغترابك، ثم إذا قررت الرجوع لأهلك ووطنك وأنت تودع الغربة مرورا من الطريق والمنفذ الوحيد خط العبر، كان الموت أمامك. تفاجأت بخذلان الحكومة الشرعية التي أملت عليها، ها أنت من خلال منفذ الشرعية تدفع وتنفق الأموال الكبيرة بداية من دفتر التريبتيك الذي لا تستفيد منه الحكومة، وإنما تستفيد منه شركات تجارية، ومن ثم الرسوم الأخرى التي تدفع للحكومة والجمارك، ويا ليتهم ينفقونها من أجل حمايتك من قطاع الطرق أو أنهم يعملون على تعبيد وإصلاح الطريق. مسكين يا ابن السعيدة، عندما أنفقت كل هذه الأموال وفي الأخير تموت في طريق العبر على أيدي قطاع الطرق والمتنفذين في هذه المنطقة، يا حكومتنا الرشيدة، يا حكومة جمع الإيرادات والتصريحات البراقة، أين أنتم من إصلاح منفذ الوديعة؟ أين أنتم من محاسبة الفاسدين والمجرمين والمتنفذين وقطاع الطرق؟ لماذا لم تعالجوا أوضاع المغتربين وتصلحوا بعض الأشياء التي لا تستفيد منها الشرعية وأتعبت كاهل المغترب؟ إني أخاطب المسؤولين بأن يتقوا الله في هذا الشعب والمغترب الذي خرج من بلاده باحثاً عن تحسين وضعه بعد غياب دام لسنوات، ثم يخرج قاصداً أهله وفي طريق العبر
قبل أن يلتقي بأهله يموت. أيها المسؤولون، إن من أسباب ما وصلنا إليه هو سكوتنا عن الفساد والمفسدين. أناشد إنسانيتكم وضمائركم الحية بأن تحاسبوا المفسدين وتصلحوا ما دمروه، وأن تضربوا بيد من حديد على المجرمين وقطاع الطرق، وأن تجعلوهم عبرة، فهذه جريمة لا يسكت عنها، وإلا فأنتم مشاركون فيها ما لم تتخذوا الإجراءات الصارمة ضدهم. أكد نائب وزير المالية الدكتور منصور البطاني استكمال الإجراءات لصرف مرتبات محافظة تعز من قبل لجنة مكلفة بذلك في وزارة المالية. وقال نائب الوزير في تصريحات أعاد نشرها الوحدوينات: سيتم تحويل المرتبات خلال اليومين القادمين بحسب توجيهات الرئيس هادي ورئيس حكومته بصرف مرتبات موظفي محافظة تعز. وشدد نائب وزير المالية على جميع الوسائل الإعلامية عدم نشر أخبار لا أساس لها من الصحة وأخذ الأخبار من مصادرها، نافيا تلك الأخبار التي أوردتها بعض المواقع عن رفض وزارة المالية صرف مرتبات محافظة تعز. في موقع عدن تايم عنوان عن مبادرة بسيطة لكنها ذات أثر وفق الموقع، حيث سددت منظمة تجديد للتنمية الديمقراطية ديون عدد من الأسر الفقيرة لأصحاب البقالات في عدد من مديريات المحافظة. وقال الموقع: إن فرقا ميدانية تابعة للمنظمة باشرت النزول إلى مديريات المحافظة المختلفة لإعداد دراسة بأشد الحالات احتياجا وفقرا، ولا تستطيع سداد مديونيتها لملاك محلات بيع المواد الغذائية. يضيف الموقع: تمت عملية تسليم المبالغ في مقر منظمة تجديد بحضور المستفيدين، حيث تم تسليم شيكات بالمبالغ لأصحاب البقالات مباشرة. ولكنها تدور بهذا العنوان المختصر لأحوال كبيرة. كتب خيري منصور مقاله المنشور في الخليج منبها إلى خطورة التلاعب بالمفردات والمبادئ وفق المصلحة. وقال الكاتب: عندما حاول جليلو النجاة من محاكم التفتيش وأنكر علانية أن الأرض كروية وتدور، لجأ إلى أضعف الإيمان في العلم هذه المرة وقال لنفسه هامسا: ولكنها تدور. وهذا الاستدراك قد يمر بمثله عدد كبير من الناس، سواء كانوا علماء أو فقهاء أو عاديين، فالخوف من العقاب يضطر البشر إلى الإنكار علانية والاعتراف بالحقيقة سرا أو همسا. وفي أيامنا نجد أن ما حدث لجاليليو انتقلت عدواه إلى السياسة والميديا، فثمة من يقولون أن الأرض تدور ولا تدور، وأن الأرهاب باطل ومشروع، وأن العنصرية حلال وحرام في آن معا. وقد يكون التعبير الشعبي المتداول عن إمساك العصا من الوسط دقيقا في وصف من حلموا بالظفر بالمنزلتين لكنهم في النهاية يحرمون منها. وما يقوله علماء الاجتماع عن هذه الظاهرة التي تتلخص في ازدواجية المعيار وثنائية الموقف هو أن الخوف المزمن يحرم ضحيته من الإفصاح عن ذاتها تجنبا للعقاب، وهناك علماء وفقهاء يمسكون العصا من الوسط، فهم مع الله والقيصر في اللحظة ذاتها، ومع الاعتدال والتطرف تبعا للمناسبة والمقام. وإذا كان جليلو قد حاول النجاة من محاكم التفتيش بالموقف المزدوج، فإن هناك في عصره من دفعوا ثمن صدقهم مع أنفسهم مثل العالم جوتارنو بيرنو. والهمس سرا بأن الأرض تدور ليس موقفا فلكيا فقط، إنه سياسي وإعلامي بامتياز في عصر يشهد تعايشا غير مسبوق بين المتناقضات. ويكفي أن نتذكر بأن بعض السلع ومنها التبغ تعد من يتعاطاها بالسعادة على جانب من غلاف العلبة، وتحذره من الموت على الوجه الآخر من العلبة ذاتها. في عنوان بارز لموقع عدن الغد: مصلحة خفر السواحل تحذر من اقتراب أي قارب من محيط ميناء الزيت بعدن. وقالت التفاصيل: أصدرت قيادة خفر السواحل بعدن تعميما حذرت بموجبه من اقتراب أي قوارب بحرية من محيط ميناء الزيت بعدن. وأكدت قيادة خفر السواحل بأنه سيتم التعامل مع أي جسم أو قارب يقترب من حرم الميناء كهدف مباشر.
وأوضحت القيادة أن هذه الإجراءات هدفها حماية الميناء من أي عملية استهداف محتملة، موضحة أن الميناء بات يستقبل سفنا حربية خاصة بالتحالف وأخرى تحمل شحنات نفطية، الأمر الذي يجعلها هدفا لأي عمليات إرهابية. يتابع الموقع: أخلت قيادة خفر السواحل مسؤوليتها عن استهداف أي قارب يتخطى حرم الميناء مستقبلا. يعنون موقع المشاهد نت في تقرير يشرح فيه جزءا من الطرق التي يواجه بها أبناء ريف تعز الفقر والحاجة، ويقول: الأغنام لمواجهة الفقر في ريف تعز. ويضيف الموقع: يعتبر ريف تعز من القرى التي تمارس فيها حرفة تربية المواشي وصناعة الأجبان، فكان لابد من التركيز على هذه المناطق واستغلال هذه المهنة. وعن دور إحدى المنظمات الأهلية يقول الموقع: إن مؤسسة الرأفة منذ عام وهي تعمل في برنامج التمكين الاقتصادي والمتمثل في تقديم الدعم للعديد من الأسر في المناطق الريفية في إطار مشروع معاشك فراشك، والذي يشمل توزيع الأغنام على الأسر الفقيرة. تقول مها عون منسقة المشروع: لقد قمنا بإجراء مسح ميداني للمناطق المستهدفة وتفاجأنا بحجم الكارثة الإنسانية، حيث قمنا بإجراء حصر وتسجيل الأسر الأشد احتياجا وفق معايير، ومنها الأسر الأشد فقرا والتي لا تمتلك أغناما. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. من عدن العاصمة المؤقتة، قالت صحيفة العربي الجديد إن هناك مولدات وصلت إليها لتخفيف أزمة الكهرباء. سفينتان قادمتان من إيطاليا وصلتا ميناء عدن، وعلى متنهما مولدات كهربائية بقدرة إنتاجية تبلغ 75 ميجاوات، اشترتها الحكومة اليمنية لتخفيف عجز الطاقة. غمدان علي الشريف السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء اليمني أكد أن المولدات الكهربائية ستنقل إلى محطتي توليد الكهرباء في مديريتي المنصورة وخور مكسر، وتقوم بتركيبها لسد العجز في الطاقة بالمحافظة. وقال إن هذه المولدات أتت ضمن اتفاقية بين الحكومة وشركتي باجريش التابعة لشركة أجريكول إيطالية، والسعدي التابعة لشركة المكلا ريسوت اليمنية، وذلك لشراء مولدات بقدرة إجمالية تبلغ نحو 100 ميجاوات، سيتم إدخالها إلى الخدمة خلال مدة أقصاها 3 أيام. وأضاف: دخول المولدات إلى الخدمة سيسد 80% من عجز الطاقة في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة لها. صحيفة الاتحاد الإماراتية عنونت عن الشأن اليمني: واشنطن إيران تدعم الحوثيين بصواريخ تهدد الملاحة الدولية. ونقلت الصحيفة عن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية تأكيده أن إيران ما زالت تدعم ميليشيا الحوثي بصواريخ كروز للتأثير في مضيق باب المندب وتهديد الملاحة. وقال إن حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب من أهم القضايا الأساسية بالنسبة للولايات المتحدة. في الفترة الأخيرة كتب اثنان من كبار مستشاري دونالد ترامب، هما ميك ماستر وغاري كوهن، في مقال لهما: انطلق الرئيس في أول رحلة خارجية له برؤية واضحة مؤداها أن العالم ليس مجتمعا كونيا، وإنما هو حلبة تتصارع فيها الدول واللاعبون غير الحكوميون والأعمال التجارية ويتنافسون على المزايا. تشكل هذه الجملة خلاصة مشروع ترامب، هكذا بدأ به ديفيد بروكس مقاله المنشور في نيويورك تايمز والذي ترجمته صحيفة الغد، مضيفا: لقد أدرك القادة الجيدون مثل لينكولن وروزفلت وريغان العناصر الأنانية التي تحرك السلوك الإنساني، ولكن كانت لهم قدم أخرى في عالم الدوافع الأخلاقية، وكانوا يسعون إلى إلهام الإخلاص من خلال عرض الشخصية الجيدة، وحاولوا تحفيز العمل من خلال الإشارة إلى المثل الكبرى. أما القادة الواقعيون من أمثال ترامب فيسعون إلى استبعاد هذا العالم الأخلاقي برمته، ومن خلال التصرف من منطلق الأنانية المحضة تجاه الآخرين فإنهم يسممون العالم المشترك ويجبرون الآخرين على التصرف من منطلق أنانية تجاههم.
من خلال معاملة العالم ببساطة كحلبة للتنافس على المزايا، يقطع ترامب العلاقات ويدمرون مبدأ التبادلية ويعرضون الثقة للتآكل ويبخرون إحساس التعاطف والصداقة والولاء التي تمس حاجة الدول إليها عندما تدلهم الخطوب. وبعدم النظر إلى أي شيء سوى المصلحة المادية، يحول ترامب أمريكا إلى أمة تهين العواطف الأخلاقية لكل أحد آخر، وبذلك يجعلون بلدنا يبدو مثار اشمئزاز في أعين العالم. لم يكن جورج مارشال ساذجا مثاليا، فقد أدرك أن أمريكا توسع سلطتها عندما تقدم يدا تعاونية وتتطوع للخدمة العامة في اتجاه تحقيق مثال كبير، لكن الواقعيين يعكسون تلك الصيغة، وهم يتخذون موقف الصراع ويثيرون بذلك موجة من الكفاح ضدهم. أتمنى لو كان ماكماستر تلميذاً أفضل لثوسيدايدس المؤرخ والجنرال اليوناني، كان ليعرف أن أهل أثينا تبنوا اللهجة نفسها غير الأخلاقية التي يتبناها. الأقوياء يفعلون ما يستطيعون فعله، والضعفاء يعانون ما يجب أن يعانوه. وقد انتهى المطاف بالأثينيين، وقد كونوا أعداءً لا نهاية لهم، وتسببوا بتدمير إمبراطوريتهم الخاصة. طور باحثون في الولايات المتحدة روبوتاً يؤلف بنفسه الموسيقى دون مساعدة ويعزف بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي. وأكد الباحثون حسب صحيفة الغد أن هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها الروبوت تقنيات التعلم العميق في تأليف الموسيقى. وتقول الصحيفة: ابتكر فريق من الباحثين في معهد جورجيا للتكنولوجيا بالولايات المتحدة روبوتاً بأربعة أذرع بمقدوره تأليف المقطوعات الموسيقية وعزفها بنفسه بواسطة ثماني عصي على آلة الماريمبا الموسيقية. وقام فريق الدراسة بتغذية الروبوت شيمون بقرابة 5000 أغنية كاملة، ما بين مقطوعات للموسيقار بيتهوفن إلى أغنيات للفريق البيتلز والمغنية ليدي غاغا والمطرب مايلز ديفيز، علاوة على أكثر من 2 مليون نغمة ولحن غنائي مختلف. وذكر الموقع الإلكتروني سانس ديلي أن الروبوت استطاع تأليف مقطوعتين موسيقيتين يصل طول كل واحدة منهما إلى حوالي 30 ثانية. ويقول طالب الدكتوراه ماسون بريتن الذي ظل يدرب الروبوت شيمون على مدار 7 سنوات إنه بمجرد تعليم الروبوت الدرجات الأربعة على السلم الموسيقي أصبح بإمكانه ابتكار مفاهيم موسيقية خاصة به، بل وتأليف مقطوعات موسيقية. من بين عناوين أخبار شبكة البي بي سي الأكثر مطالعة نقرأ: معمران بريطانيان يحتفلان بمرور 80 سنة على زواجهما. وقالت التفاصيل: احتفل كين هاريس الذي يبلغ من العمر 102 عاما مع زوجته مارغريت ذات 99 عاما بعد أن افترقا أول مرة منذ الحرب العالمية الثانية، ويعد الاثنان من البريطانيين الذين دام زواجهم طويلا، إذ تزوجا عام 1937 واجتمعا من جديد في دار للمسنين في لانغي نيدر بالقرب من كريك كويل في باوز في بريطانيا. يضيف الموقع: كان هاريس يخشى أن لا يرى زوجته مرة أخرى بعد أن ذهب إلى المستشفى مصابا بكسر في عظمة الورك. وقالت زوجة ابنه بيت هاريس 75 عاما: إنهما يمسكان يدي بعضهما يوميا بسبب ذكرى افتراقهما في الحرب. إذا صح توصيفنا لا يعود مستغربا أن تتحول ذكرى الهزيمة إلى مناسبة لتصفية حسابات مع الحاضر. هذه إحدى الفقرات التي أوردها الكاتب العربي حسن شامي، ويقصد بالهزيمة ما حدث في 1967 حين هزمت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 من جيوش العرب فيما عرف يومها بالنكسة. وقال الكاتب: هناك على العموم قراءتان كبيرتان للحدث تفترقان في أمور وتشتركان في أمور أخرى. الأولى تتسم بالماضوية العقائدية، وهي شائعة في بيئات الإسلام السياسي على مختلف تنويعاته. ففي نظر هؤلاء كل ابتعاد من المثال التأسيسي للكيان والهوية الإسلاميين ومن تطبيق الشريعة وتعاليم السلف الصالح هو في مثابة ارتداد يقود حتما إلى الخراب. والحق أن هذه القراءة لا تحتاج أصلا إلى التعامل مع الهزيمة أو مع ما يعادلها كحدث تاريخي. حاجتها تقتصر على استخدام الحوادث كلها كبيرها وصغيرها كشواهد وأمثلة
تصلح لاستخلاص العبر الداعية إلى الذوبان في صورة عن ماض أسطوري يعلو على زمن التاريخ ومحدثاته وتحولاته وقوانين اشتغاله. ومع أن قراءات الإسلاميين للحدث لا تخلو من التنوع والاختلاف، فإن السمة المشتركة بينها تبقى الاستفادة من الحدث لتفريغ المجتمع من أثقال التاريخ. ولهذا سرعان ما يرتطم الإسلاميون بهذه الأثقال المتعلقة بالجغرافيا وبالتنظيم الاجتماعي وتنويعات المنظومة القرابية والعلاقة بين المدن والأرياف، ولا يجدون مخرجا سوى المزيد من الجذرية والاقتتال أو إجراء تسويات تؤجل النزاعات. القراءة الثانية تفعل العكس تقريبا، فهي تبالغ في مستقبليتها باسم نزعة حدثاوية تعتبر الهزيمة نتيجة انحراف عن القيم الإنسانية للحداثة في شقيها الليبرالي والاشتراكي. في السنوات التالية على الهزيمة توافرت شروط لانتعاش حركات أكثر يسارية داخل تشكيلات العروبة السياسية في نسختيها الشائعتين الناصرية والبعثية، وخارجها بل حتى بإعلان القطيعة معها. في هذا السياق راحت القضية الفلسطينية وقوى المقاومة المسلحة تجتذب الكثيرين في طول المنطقة وعرضها. هذا كله تآكل تدريجيا بعد حرب تشرين الأول أكتوبر عام 73، ومع انتهاء الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفيتي ومنظومته الاشتراكية والتعددية القطبية، تقلصت فرص الفاعلية السياسية وهوامش العمل الوطني المستقل، وازدهرت الريعية السياسية والمهنية والثقافية. جولتنا المصورة لهذا اليوم من صحيفة العرب الجديد، والتي قامت بنشر صور للاعتداء العنصري بالدهس تعرض له المصلون أمام مسجد في لندن أدى إلى مقتل أحدهم وإصابة آخرين. نتابع. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.